روجي جارودي، الإسلام والخطر السعودي، ترجمة ودراسة سيد زهران. مقدمة: ظلت المملكة العربية السعودية وما زالت حتى تاريخ إصدار هذا الكتاب الإسلام والخطر السعودي مساحة مجهولة في وعي المواطن العربي والإسلامي، والبيت السعودي ذاته هو المسؤول عن هذا الغموض المحيط بالمملكة، فنادرا ما تتاح أي معلومات عن كيفية إدارة شؤون البلاد وطبيعة الحكم هناك وعلاقاته الحقيقية الخفية وليست المعلنة بالقوى العالمية ودول الجوار. يفضل الحكام السعوديون دائما الصمت وإثارة الغموض وإعلان شعار أنهم يحكمون الإسلام ووفقا لتعاليمه، وهذا زعم يؤكد تاريخيا الخلق الذي قام عليه حكم البيت السعودي وسيطرته على شبه الجزيرة العربية الحلف الوهابي السعودي. لكن موضوعيا لم يمنع هذا التوظيف السياسي للإسلام من طرح تساؤلات حول حقيقة إسلامية الحكم السعودي حتى من داخل البيت الوهابي نفسه وصدامه مع آل سعود. وهنا في دراسته المختصرة القيمة التي تستحضر الإطار العام لتاريخنا الإسلامي ولحظات صعوده وتألقه وتلك التي أظلمت الدنيا بتدهور وانحطاط المسلمين، يتناول المفكر المسلم روجي جارودي هذا الدور السعودي ملقيا بأضواء ولمحات تاريخية على المسار العام لحضارتنا الإسلامية ومحذرا من أسباب التدهور. وحرصت على إلحاق دراستي عن تطور المسار الفكري لجارودي واعتناقه للإسلام لتكون عونا وإيضاحا لدوره وقيمته. وهذه الدراسة القيمة الإسلام والخطر السعودي شارك بها المفكر المسلم روجي جارودي في مؤتمر إسلامي عقد في الولايات المتحدة لمناقشة وضع الحرمين الشريفين، ويجب أن أنصب الفضل لصاحبه، فلقد وجهني الدكتور فهمي الشناوي المفكر الإسلامي المجدد لأهمية هذه الدراسة وأهداني نسخة منها، ووجدت أنه من المفيد إطراق الرأي العربية عليها، وأدعو الله أن يغفر لنا ويسدد على طريق نصلة الإسلام خطانا. سيد زهران. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام والخطر السعودي، يجسد الدور السعودي عقبة كأود في وجه انتشار الإسلام عالميا. لفهم هذا التأثير الشرير ينبغي وضع الدور السعودي في السياق التاريخي لدورات الصعود والتدهور الإسلامي. فالدور السعودي يلخص اليوم كل المصاعب التي واجهت الإسلام طيلة تاريخه. واحد، الانتشار الأول للإسلام. إبان حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حياة الخلفاء الراشدين في القرن الهجري الأول. انتشر الإسلام بسرعة الضوء، ولم يكن انتشاره غزوا عسكريا بل ثورة ثقافية وحضارية. ألف، العوامل الرئيسية للصعود والازدهار. لم يكن الإسلام دينا جديدا ولد مع نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان خلاصة كل الأديان التوحيدية السابقة. ألف، هذه الآية في قلب القرآن: كل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أن اتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. سورة الأحقاف الآية 9: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. سورة فصلت الآية 43. الإسلام هو الدين الأصلي للإنسانية جمعاء منذ نفخ الله من روحه في آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. سورة
سورة الجد الآيات من 28 ل 31. وسيدنا إبراهيم أب كل المؤمنين، وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كلهم أنبياء الله ورسل شريعته. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سورة الحج الآيات من 77 ل 78. به لقد فهم العالم الإسلام بهذه الطريقة ورحبوا باعتناقه. والدليل الأول بالوقائع التاريخية عندما تقبل المسيحيون الإسلام بسرعة خاطفة، بينما رفضوا من قبل قرار مجمع نيفيا 325 المتعلق بقدسية المسيح وعقيدة التثليث، ومنهم المسيحيون النسطوريون في فارس العاقبة في مصر، الأريسيون في أسبانيا. وبالأدلة النظرية، ألف، تحدث القديس جون الدمشقي في كتابه الزنادقة عن الإسلام ليس باعتباره دينا جديدا، بل عن الإسلام ليس باعتباره دينا جديدا بل بكونه هرطقة مسيحية. ب، وفي أسبانيا وحتى عام 851 هجريا وبعد مجيء الإسلام بقرن ونصف لم يناقش لاهوتي مسيحي واحد الإسلام، بل تفرغوا للجدل مع الأريوس، اعتبروهم شيئا واحدا مناظرا للإسلام. لذا فمن منظور روحي لم يظهر الإسلام بوصفه دينا جديدا يريد إزاحة الأديان السابقة وتبوأ مكانها في المواجهة مع الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية اللتين كانتا في انهيار اجتماعي وروحي. واستقبلت شعوب الإمبراطوريتين الإسلام بحفاوة حماسية عندما لم يعد إيمانهم القديم قادر على منحهم معنى لحياتهم المادية والروحية، وأسس الإسلام بعثا دينيا وأتاح حياة جديدة وتجديدا للحاجات الروحية السامية لكل البشر. وتجلى هذا المعنى واضحا في فارس من الفردوس للصهروردي الذي أدمج أفضل قيم التراث الروحي الإنساني في الإسلام، وفي أسبانيا كما في ابن رشد الذي أدمج أفضل ما قدمته الفلسفة اليونانية في مرحلة ما قبل سقراط أمبادوكليس، وأفضل ما قدمته مدرسة الأسكندرية أفلوطين وابن عربي الذي أضاء من منظور إسلامي أبعاد ومضامين الحب والجوانية. ألف، والسبب الثاني لانتشار الإسلام الرسالة الاجتماعية لمجتمع المدينة التي طبقت القوانين الرئيسية التي أمر بها الله. الله وحده هو الحاكم، الله وحده هو المالك، الله وحده العليم. ومن خلال هذه المبادئ تأسس مجتمع المساواة الحقة، حيث اتجهت الأفعال الاجتماعية والقيم القرآنية إلى تجنب وحظر تراكم الثروات في جانب والفقر في جانب آخر، وتحريم الربا وإدانة الاكتناز. في كل بلد دخله الإسلام أعطيت الأراضي للفلاحين الذين يزرعونها، بينما كان ملاك الأراضي الإقطاعيون يستغلون الفلاحين ويعاونهم الحكام والكهنة الجشعون، وفي المقابل فرضت عليهم ضرائب متواضعة. لذا لم تنشط سوى معارك محدودة فقط ضد الملوك وملاك الأراضي، معركة اليرموك ضد الإمبراطورية البيزنطية بالقادسية ونهواند في فارس، معركة ريوباريت في أسبانيا. لقد رحب الناس بالمسلمين كمحررين ورجال عقيدة ورسل إيمان يحترمون عقائد الآخرين ويقدسونها. 2، الانهيار الأول بدأ مع بني أمية. ألف، بعد الخلفاء الزاهدين الذين ترفعوا عن كل الأغنياء والمتكبرين، جاء الملك العضود في تناقض تام مع روح مجتمع المدينة، ولكن تقليدا ومحاكاة لاستبداد ورفاهية الإمبراطورية البيزنطية، مصحوبا بفساد مطلق بسبب احتكار السلطة والثروة. هذا النظام الأوتوقراطي المدخن بالثروة والمستكبر بها والغالق في مستنقع فساده أصبح ورما سرطانيا في الإسلام، وأفسده داخليا وخارجيا، وأظهره
رآه بصورة غير مشرفة أمام الشعوب غير مسلمة، بنفس الصورة التي تظهر بها نظم الحكم الملكية الحالية في الخليج والتي تتصف بنفس المساوئ. ب. جاء هذا التدهور والانحدار الأخلاقي في أعقاب انحرافات عقائدية منذ بدأ الأمويون أبشع جرائمهم ضد الإسلام باستخدام أيديولوجية تبرير السلطة المطلقة للملك للملك العضود ومدرسة لطاعة الشعب العمياء لهم. فعن ظل حكم بني أمية على سبيل المثال كان هناك فيض من الأحاديث المنحولة حول القضاء والقدر تدين الذين حاولوا الحفاظ على رسالة التحرير، وبالنسبة للمسلمين الأتقياء الساخطين على فساد واحتراء الأمراء اعتاد فقهاء السلطان ترديد قولهم: ما دام يتولى أملكم مثل هذا السلطان فهي إرادة الله، ما دام يتولى أمركم مثل هذا السلطان فهي إرادة الله ولذا يتوجب عليكم طاعته. وهذا رأي بعيد جدا عن تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم الجهاد كلمة حق في وجه سلطان جائر. 3. الصعود الثاني للإسلام. حدث في عصر العباسيين الأول وكان مجرد ازدهار ثقافي حيث لم تقع أي فتوحات، ولقد رفض الخلفاء العباسيون الأول التمايز الطائفي بدافع من إخلاصهم لقيم القرآن السامية وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم. اطلبوا العلم ولو في الصين، وأرادوا دمج تراث الحضارات الكبرى ضمن نسيج الإسلام، وبالفعل حاولوا مع حضارات الصين والهند وإيران وسوريا واليونان ومصر، ولقد أنشأ الخليفة المنصور مكتبات ضخمة يعمل بها فريق هائل من المترجمين، ومدارس للطب مثل مدرسة جوند نيسابور، ومعامل إعتاد الباحثون اليهود والمسيحيون العمل بها، وأتاح هذا للمسلمين خلق مركبا أصيلا وضعهم على قمة حضارة العالم، وأتاحت روح الاستنارة والبحث ازدهار العلوم والفنون، مما هيئ للإسلام دور باعث النهضة والحضارة في أوروبا وأفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط، وأصبح الإسلام ونتاجه الحضاري نموذجا لروح النقد ورحابة الأفق، فلقد شجع الخليفة العباسي المنصور المعتزلة الذين قدموا أساسا فلسفيا للنهوض والتقدم في كل مستويات الحضارة. 4. الاضمحلال الثاني للإسلام. عند تضاءل اهتمام الخلفاء بقوة وتأثير إيمان المسلمين واتجهوا لتأسيس حكما أكثر مركزية والاستحواذ على السلطة، وهكذا وضعوا نهاية للحرية الخلاقة المبدعة، ومثل كل الحكام الطغاة بحثوا عن صياغة عقيدة صارمة جامدة في خدمة سلطتهم وتبرير شرعية حكمهم، ووضعوا نهاية لفكرة التقدم خشية إسقاط نظام الحكم القائم. هذا التراجع المخيف وصم مجمل المستقبل التاريخي للإسلام وحصره في إطار مهجور ومنعزل، وبالشروح والهوامش على نصوص الأوائل وتفاسيرهم وتميز بسلفية الفقيه أحمد بن حنبل والتي اتصفت بالتركيز على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي حذرت من تغيير التقليد والعادة واتباع البدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ودعت إلى التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تؤكد على استمرار رسالته وتوضيح كيفية تطبيق المبادئ العامة الخالدة في مجتمعات مختلفة كليا عن مجتمع المدينة. وتراث الفقهاء الكبار المبدعون مثل الإمام أبو حنيفة النعمان وأتباعهم الذين حرصوا على روح الاجتهاد والبحث والتفسير المطلوب لكل آية من آيات القرآن، وإيضاح كيف يحيى الإسلام في مجتمعات تختلف عن مجتمع المدينة الصغير، فلقد اتسعت آفاق الإسلام لتستوعب كل متغيرات المنطقة الإسلامية وليصبح دينا عالميا. أما الانحدار الحنبلي فلقد ألصق بالإسلام أهم السمات الآتية: 1. النزوع نحو اختزال مبادئ الإسلام في السلوك والطريقة التي طبقت بها في أعوامه الأولى وفي مجتمع اقتصر على منطقة الجزيرة العربية، بينما رسالة القرآن عالمية أصبح تقليد هذا السلوك خصوصيا. 2. الشريعة ليس أكثر من مبدأ عالمي التطبيق، تقوم على أكثر القوانين عموما
وتصلح للتطبيق في كل المجتمعات. الله وحده الحاكم، الله وحده المالك، الله وحده العارف، وهي تلين كل مزاعم الحقوق المقدسة في السلطة، وتلين سيطرة الثروة والنزعات الجامدة المتزمتة ومزاعم المعرفة المطلقة. ومنذ تلك الفترة اختزلت الشريعة من مبدأ عالم التطبيق إلى تفاسير حرفية لبعض الآيات المتعلقة بالسرقة والمواريث ومكانة المرأة والحفاظ بخصوصية نمط معين من المجتمعات والحلول الملائمة له وتعميمها في تطبيق تلك المبادئ على باقي المجتمعات. ثلاثة، اللجوء إلى حرفية القواعد الفقهية وعزلها عن النسيج العام والمبادئ التي ألهمتها، وبالتالي تهربت كل الأشكال الجديدة للثروة من فريضة الزكاة وعلى وجه الخصوص الصيغ الفاضحة للسرقات والربا. وفي أيامنا هذه الصيغ المستحبسة للمضاربة في سوق الأوراق المالية والاستثمارات خارج ديار المسلمين، وأصبح قطع الأيدي ادعاء فاضح ووحشي، حيث يضرب اللصوص الصغار ويظل اللصوص الكبار الحقيقيين في مأمن من العقاب. وأصبح الفهم السائد للزكاة يتناقض كليا مع مجمل روح القرآن، ومن خلال ضمان بقاء ثروات الكبار مقدسة ومكتنزة بتمامها وسط فساد يزاكم الأنوف. 4، الازدهار الثالث للإسلام مع ضعف وتحليل ما سمي بالمملكات الإسلامية في المشرق، غزنوي، السلاجقة، الأكراد، خوارزمان، وفي المغرب حيث دولة الخلافة الهاشمية الضعيفة، وهرب الفكر والأدب إلى الأطراف خوفا من بطش وقهر السلطة المركزية، وهكذا من ابن سينا وابن الرومي في المشرق إلى ابن عربي وابن رشد في الأندلس. وانتعش وازدهر الإسلام الأصيل واتقل الدافع للبحث العلمي والإبداع فني وإحياء جديد للثقافة والفنون. 5، التدهور الثالث للإسلام مرة أخرى انتصرت نزعة التعصب والجمود والخوف من الاجتهاد، وبمشاركة الحكام الطغاة والعلماء الخانعين الذين يستدعون صورة التقليد الكنسي القائم على المشاركة في السلطة والتشدد الشكلي الطائفي لما يسمى بعلماء الدين. واختفى العلم الإسلامي بسبب التزمت والجمود ورفض روح النقد وكل محاولات إيقاظ الروح الإسلامية الخلاقة التي حث عليها القرآن الذي قدم أنبل وأقوى الدوافع للمعرفة والثقافة، حيث طالبت 750 آية بدراسة العلوم، 150 آية بدراسة الفقه والشريعة. لكن في القرون العشر المنصرمة تم تجاهل القواعد العلمية في الدراسات الإسلامية لصالح حفظ وترديد المتون الفقهية والترديد اللاعقلي للمقولات اللاهوتية. على المستوى الاجتماعي والسياسي تجسد هذا التدهور الفكري الإسلامي عندما لم يجد الموارد الشورى ضمن واجبات الخليفة، وذلك تبليغا لحكم ملوك الاستبداد. على المستوى الروحي بعد ذلك بقرنين وكمحصلة لضعف الفقه والرغبة في تدعيم الوضع القائم، أدان ابن تيمية الفيلسوف الإسلامي محيي الدين ابن عربي، والذي يعد أحد قمم التعبير عن جوانية الإسلام وتصوراته لمراتب الحب، وكذلك الشعراء الصوفيين الفارسيين. في نفس الفترة التاريخية ظل فقهاء المالكية عرض الاضطهاد والملاحقة والطرد والسجن لمدة قرنين. وفي أسبانيا اضطهد السلفيون كل مسلم له إسهام في الثقافة والفكر الإسلامي من ابن حزم وابن طفيل إلى ابن عربي وابن رشد، وكان لجوءهم للتفتيش والجيوش الأجنبية للحفاظ على سيطرة السلفية سببا لتزايد سخط وحنق المواطنين المسلمين وتسهيل السبل لهجوم الأمراء الكاثوليك الذين مارسوا أسوأ أنواع الاضطهاد الديني ضد المسلمين. 6، الأسباب الخارجية للتدهور. من الظلم تجاهل الأسباب الخارجية للتدهور. غزوات المغول، الغزوات الصليبية، النضال ضد الترك منذ معركة ليباتو حتى معاهدة سان ستيفانو، ضياع الأندلس، الغزوات الاستعمارية الحديثة. لكن كما حدد ابن خلدون في مقدمته، فإن المجتمع لا يقهر من الخارج ما لم يكن قد فقد إيمانه الداخلي الذي يعد بمثابة الدرع الواقي له، فلا يقهر ولا يقاد. وأوضح مثال على إصابة المجتمع الإسلامي بكل رزاء الأعداء واحد القوم ألف القومية، فهي ميراث الشر والاستعمار الغربي لتفكيك الأمة الإسلامية. فالحدود الراهنة للأمم الإسلامية رسمت وفقا لحاجات القوى الاستعمارية الغربية من جنوب شرق أسيا حتى المغرب، مرورا بالشرقين الأدنى والأوسط. فالقومية اختراع غربي صرف باعتبارها نقيض مفهوم الأمة الإسلامية القائم على الإيمان الخالص. والرسول صلى الله عليه
وسلم لم يتوقف عن الجهاد ضد كل أشكال وصنوف القبلية سواء كانت عربية أو غير ذلك. ومن الواضح أن منظري ومفكري القومية في العالم الإسلامي لم يكونوا مسلمين. المسيحي ميشيل غفلق للقومية العربية واليهودي فامبري للقومية التركية. ولأن الاستعماريين الغربيين كانوا عاجزين عن فرض سيادتهم في إطار النظام والوحدة، لجأوا ناجحين إلى فرضها من خلال الفوضى والتقسيمات القومية. ولقد سعى الفرنسيون والبريطانيون القومية العربية للإصلاح بالقضاء على الإمبراطورية العثمانية، ولا يمكن تجاهل أن إنشاء جامعة الدول العربية كان حلما بريطانيا قديما ضد تركيا. ب في عصرنا الحاضر يرجع تفتت الأمة الإسلامية وتدهور الإسهام الإسلامي إلى التقسيمات القومية واندماج البلدان الإسلامية الغنية في النظام الرأسمالي الأمريكي. فبينما تستثمر بلدان الخليج 172 بليون دولار في الولايات المتحدة، معظمها مكدس في خزائن البنوك تحت التصرف المباشر لحكومة الولايات المتحدة وإسرائيل، بل وقدموا للولايات المتحدة قواعدهم العسكرية وطائرتهم الألبس وملايين الدولارات وضعت تحت إمرة رونالد ريغان لتسريح الكونترا ضد ثوار نيكاراغوا، البلد الوحيد في أمريكا الوسطى الذي لم يشارك في جهود ريغان لمناهضة المسلمين. وأصبحت دول الخليج الغنية جزء من المستعمرات الأمريكية وأدوات لسياستها. على سبيل المثال، عهدت السعودية بمهمة تشكيل حرسها الوطني إلى مؤسسة فينيل من نبراسكا، واستعانت بالبوليس الفرنسي لطرد مقتحم المسجد الحرام في مكة عام 1979، وعينوا المجرم الألماني أولوس فون فاغنر مدير عام لتدريب الحدث الوطني في نفس يوم الذي أطلقوا فيه النيران على الحجاج عام 1988. فهل هذا للحفاظ على الحرمين؟ ليس هناك أي مبرر سياسي أو أخلاقي لاستمرار سيطرة هؤلاء على الحرمين. بعد انتهاء دور إيران كدمية بأيدي الولايات المتحدة وكشرط الخليج، أصبحت أمريكا الآن تستخدم الحكام السعوديين نتيجة لتدخلها في المنطقة. فقد أعلن ريغان بوضوح: لن نسمح بأن تكون السعودية إيران جديدة. ومن أجل الحفاظ على عرشهم، يتحالف الأمراء السعوديون مع الولايات المتحدة، السوفيات، فرنسا وكل أعداء الإسلام، ويمولون صدام حسين في حربه ضد إيران. بينما لا ينكر أحد أنه المعتدي ومجرم حرب يستخدم الأسلحة الكيماوية. وللمرة الأولى في تاريخ الجامعة العربية منذ 40 عاما، وفي مؤتمر قمة عمان 1988، دعا الأمراء السعوديون إلى جعل إيران العدو الأول بدلا من إسرائيل عدو الإسلام. ومعروف أن أمريكا تعتبر إيران عدوها الأكبر. وأخطر مرض يواجه الإسلام الآن على أيدي أمراء النفط السعوديين هو استخدام عوائد النفط لنشر الإسلام كما يفهمونه في أفريقيا وأسيا. ففي الهند البلد ذي التقاليد الروحية القديمة، يستغل السعوديون فقر البلاد وفقر المسلمين الهنود الأكثر حرمانا، ويحاولون إغراقهم بكتبهم وكتيباتهم المجانية التي تقدم الإسلام في إطار منظومة من الممارسات والطقوس الخارجية لا روح لها وتختزل في طقوس وممنوعات. ففي الهند بلد الروحانيات توزع الكتيبات السعودية كيف تصلي، ولم يتضمن كتاب واحد منها كلمة واحدة عن العلاقة بين الله والإنسان، بل وتصف الصلاة باعتبارها حركات جسمانية لا روح لها. ويمكننا مشاهدة المساجد الفخمة المقامة بالذهب السعودي في سويسرا، إيطاليا، إسبانيا. هل هذا إحياء للإسلام؟ على العكس تماما، ستسجن المسلمين السلفيين في جنبه في الكوري وتترك ملايين الشباب في ظمأ يائس للأمل. الآن الشرط الأول لتهيئة الأجواء لنشر رسالة الإسلام في عصر سقطت فيه الإمبراطوريات العظمى وتتهاوى دعائمها، وحتى يظهر دينا فعالياته وحركاته الأصيلة، يجب وضع نهاية للهيمنة والسيطرة السعودية. فلقد أصبحت الثروة والنفط السعودي في جزء فتر جزر وانحصار للمد الإسلامي، حتى نحقق للإسلام ميلادا جديدا ونجعله دافعا حقيقيا، يجب أن نعي أن الجزيرة العربية التي كانت مهدا لرسالته أصبحت على أيدي السعوديين لحده بسعودة الإسلام. روجير جارودي، 4 سبتمبر 1988.